حساب كاين اصلا هو هاد ثقافة كاين عند بعض الناس كيحسب لي واش انه الا غوت بالجد راه هذاك الناس غيسمعوا اللي كيهضر معاه اللي تيهضر معاه يعني الا غوت بالجد غيسمعوا اكثر كيحسب لي واش ما كيسمعوش مزيان هذه من ناحيه من ناحيه ثانيه كيكون انه مستريسي ولا معصب ولا مثلا على حساب كيكون شي سيجي اللي هو مهم اكثر من القياس ما يقدرش يتمالك نفسه انه ما كيحسش براسو انه تيهضر بالجهد هذه من ناحيه من ناحيه اخرى ثاني عاود كل واحد وكيفاش كل اللي كيهضر ما كتحسش به واش هو هضر اصلا يعني واخا يكون سيجي كبير ولا حساب ثاني الانسان كيتوتر ولا ما تيتوترش اللي كيتعصب تيهضر بالجهد اللي ما تيتعصبش راه تيهضر بشويه واخا يكون الموضوع كبير ولا صغير ماشي مشكل كل وكيفاش كاين اللي كتجي المكالمه صعيبه ما كيعرفش باش يهضر معاهم ما كيعرفش باش يتصرف كتجي قاصحه كيهضر وصافي كيفقد ديك الساعه كيكون الى عنده شي خبر اللي هو متعز كيفقد الوعي ديالو كيبدا يهضر بدون تفكير انما تقدر تعيط ليه صاحبته مشى عليه الحال عليها وخلاها كتسنى تقدر تعيط ليه ماما ما جاش يتغدى مثلا اولا سميته ما زعما ما سمعاش وهو سميتو تقدر تكون هو هذيك الطبع ديالو تكون هو طبعه بحال هكا كيبغي يبان الا برك في قهوه او الا برك في شي بلاصه كيبغي يبان كيخصو بالاخص الا كان كيهضر مع حبيبته كيخصو يقول الناس بانني راه عندي صديقه كنهضر معاها في التليفون غيكونوا عندهم مشاكل ولا طالع عليهم الطونسيون ولا سمكين ولا عندهم مشاكل شي حاجه كثيره ولا شي حد قال لي شي حاجه وقعت ليك كذا كذا وبدا تيغوت هادشي المشكل بطبيعه الحال اخويا كيكونوا جالسين في مقهى كعادي واحد حدايا جاته مكالمه كيهضر من الجهد كيتخلع انايا بحال شي قنبله غتفرقع يعني هنايا اللي حسن العوان على حسب ديك المكالمه الا كانت سلبيه راه غادي يغوت سي نورمان او قالوا لي بان عندك داك المشروع راه داير فايت غيغوت مراتك غتطلق منك غيغوت فهمتي يعني هنايا ولا كانت مكالمه ايجابيه راه غادي يفرح وغيهضر غير بشويه هذه قانونيا ولكن كاين واحد الحاله اخرى بعض شي شباب كيغوت باش كياتيري باش حنا ننتبهوا ليه باش نشوفوا داك التليفون زعما راه شي حاجه فهمتي كيبغي يبان هذه عاوتاني واحد المرض نفسي كيكون عند مجموعه ديال الناس وبزاف ديال الناس كنلاحظوها في الشارع الناس كتغوت في المكالمات ما فهمتش انا علاش ما فهمتش الانسان يهضر غير بشويه واي حاجه كتجي غير بالسياسه وبالقاعده اللي كيهضر مليح في التليفون راه ما كيكونش كيسمع مليح ناقص عنده السمع وهاد الوكيل هاد المسائل ديال السمع تاعي كتنقص من كثره العطريه الشيء اللي كياكل العطريه بزاف راه كيتنقص عنده كيكون عندهم السمع ناقص الدول اللي كياكلوا العطريه بزاف كيستعملوا العطريه بزاف كيكون عندهم السمع ناقص